إن شاء الله من خلال هذه الندوة ستكون هناك محاولة تسليط الأضواء على مختلف الأبعاد للتنموية التي عرفتها مدينة الرباط خلال السنوات الماضية، مع التركيز أيضا على تقييم هذه التجارب التنموية، خاصة اليوم حنا كنعيشوا أن نصف الولاية الحكومية مضت ونصف الولاية بالنسبة للمنتخبين بالنسبة للمدينة هي أيضا مضت. وأظن أن اليوم من الواجب أن تكون هناك وقفة للتأمل، وقفة للتقييم كل هذه التجارب، وكذلك هناك وقفة لاستشراف المستقبل. اليوم مدينة الرباط هي على موعد مع مجموعة من التحديات، مجموعة عن الرهانات التنموية الكبرى، سواء كانت الأبعاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو تلك المرتبطة بالأوراش الكبرى. أيضا مدينة هي مرشحة اليوم بأنها تكون أحد أبرز المدن التي تحتضن كأس العالم ومجموعة من المناسبات كذلك. إذا اليوم لزاما علينا أن نقف هذه الوقفة من أجل تقييم الحصيلة ومن كذلك استشراف المستقبل، لما لا أن تكون هناك مقترحات أيضا في سبيل تعزيز رصيد الحكمات لهذه المدينة، وكذلك الدفع قدما نحو أن تكون هناك مجموعة من المشاريع المستقبلية تراعي خصوصية هذه المدينة وتراعي كذلك خصوصية الرهانات التي هي مقبلة عليها مدينة الرباط أو الجهة ككل. الآن في إطار تهيئ المؤتمر الإقليمي الثامن تنشارك في مجموعة من فعاليات تنظيمية والسياسية كذلك تهيئا لهذا المؤتمر. الآن اليوم عندنا ندوة من ضمن سلسلة ندوات اللي تنحضروا لها خلال هذا الأسبوعين قبل من انتهاء شهر رمضان المبارك، على أساس أنه نهار الخميس عندنا ندوة أخرى ديال النساء خاصة بالنساء، التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات. من بعد عندنا لقاءات تنظيمية وسياسية اللي غادي يشرفوا عليها الفريق العمل ديال المكتب السياسي المكلف بالتنظيم ديال الجهة ديال الرباط القنيطرة. لكن هذه الأعمال كلها هي تحضيرية للمؤتمر اللي غادي يكون نهار 30 أفريل في افتتاح ديالو، غادي يكون في مسرح محمد الخامس إن شاء الله. الموضوع اليوم هو موضوع ديال تنوية الرباط. طبعا يعني تنعرفوا بانه الرباط هي من المدن يمكن نقولوا من القلاع ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. هذه القلعه اللي كانت قلعه صامده لانها اعطت مجموعه من الشهداء وعلى راسهم المهدي بن بركان اللي كان مرشح ديال الاتحاد الاشتراكي باقليم الرباط في منطقه ديال يعقوب المنصور. طبعا التنمية ديال الرباط يعني مشات في مجموعة من المراحل. حنا الآن في ندوة ديال التنمية ديال الرباط، ولكن الأساسي بالنسبة لنا رؤيتنا هي هذه في الوضعية ديال المطالبة بتفعيل مبدأ الدولة الاجتماعية، وأننا التنمية في كما كانت ما تتعنيش التنمية ديال القناطير والطرق السيارة وتعني الاسم، ولكن تتعني التنمية البشرية، يعني أننا الارتقاء بالوعي الإنساني البشري ديال المواطنين باش يمكن يستفد من الخيرات اللي ممكن تيطرحها الوطن ديالو.